انا صاحي الصبح بفتح الرسائل اللي جايه لي، لقيت الرساله الجميله دي. عايز اقول لك ان هي تعبانه بقالها اسبوع وما بتعملش حاجه وما بترسمش وما بتروحش تمارين وما بتروحش مدرسه وما بتذاكرش وما بتعملش حاجه خالص وما بتقومش حتى يمكن من على السرير. الحاجه الوحيده اللي قومتها وخلتها يعني قومتها بيها من على السرير وقلت لها قومي يا تمر عشان تعملي كذا كذا كانت الفيديو بتاعك. فالله يبارك لك والله العظيم يا محمد قسما بالله. فهنرسم دلوقتي شخصية بنوتة صغيرة فنانة وهنسميها تمارة. فالفيديو ده برعاية تمارة تامر حسن. فدلوقتي هنرسم رسم بناتي أكتر. احنا مقصرين جدا في حق البنات بصراحة. طيب أنا علشان أرسم وش بنت، قلنا قبل كده إن الفرق في الملامح ما بين البنت والولد ان ملامح الولد بتبقى قاسية شوية او بترسمها بخطوط جامدة شوية بحيث انها تديك ذكورية للموضوع، لكن البنت بترسم بخط ناعم، بخط يحسسك ان في كيرفات كتير بحيث ان يديك انوثة للموضوع. تعالى كده نجرب الفرق مثلا بين الملامح دي والملامح دي. احنا بنرسم مع بعض يعني ايه؟ يعني تجيب ورقة وقلم وتشتغل معايا، تشتغل بس بالفكرة مش بس بالخطوط، ان انت بتقلد خطوط وخلاص. يعني انا عملت ده مثلا مربع، هعمل وش مثلا ايه مربع، لا انت ممكن تعمله دايرة تمام، وده مربع. انا هرسم ده وش ولد وده وش بنت. طبعا زي ما قلنا في الاول قبل كده ان انت بتعمل علامة الزائد، ان انت تحدد عليها الملامح. علامة الزائد اللي في النص دي اللي هي الخط اللي بالعرض اللي بترسم عليه العينين. برسم الولد عادي جدا، شوف يعني ايه بخطوط عادية، يعني مش فارق معايا بقى ايه مهما طلع قاسي او طلع فيه جمودية في الرسمة نفسها مش مشكلة، هو اصلا ولد يعني فالولد يستحمل تمام. الحواجب بعملها حواجب تخينة. المناخير عادي جدا، وادي الشفايف. انا مش هدي اي ملامح يعني تبين ان ده راجل او دي بنت، يعني مثلا مش هدي ده شنب مثلا او عامل اي اكسسوارات او شعر مثلا طويل او قصير. انا هشتغل بس على الملامح علشان ابين لك الفرق. تعال نرسم البنت. مش هرسمها بقى ايه، لا وانا برسم البنت برسم العينين تكون مثلا ايه طالعه بسحبه كده شويه بحيث انها تديني ايه انوثه للموضوع شويه يعني فاهم. وخصوصا ان انت لما بتيجي ترسم عنصر مش باين فيه باقي الاكسسوارات اللي بتبين الولد عن البنت تمام. الحواجب هعملها رفيعة، مش هعملها طبعا تخينة زي الولد. المناخير بقى مش هعملها بقى كبيرة بقى او قاسية او كده، لا انا هعملها ايه صغيرة كده بحيث انها تديني شكل انثوي شوية. الشفايف او البق بعمله الرسمة اللي هي البناتي دي اللي هي مثلثين كده وخط بسيط كده تحت. والعين بعملها بقى ايه الدايرة عادي، لكن انا ايه يعني عاوز اقول لك ان انا مثلا ايه بلزقها شوية في الجفن اللي فوق بحيث انها ما تبقاش مبرقة كده تخوف او انها فيها قسوة في النظرة بتاعتها، لا يعني حاجة يعني ايه ناعمة كده شوية. وعندك الحواجب اللي قصدي الرموش، الرموش بتطولها شوية بحيث انها ايه تديك الشكل الانثوي اللي انت شايفه ده تمام. انا من غير تفاصيل كتير ميزت ما بين الملامح اللي هي العينين والبق والمناخير والحاجات دي للولد والبنت بشكل بسيط جدا تمام. هتعمل بقى الودان مثلا عادي. طبعا احنا قلنا الودان بتبقى على نفس الخط اللي بالعرض ده بتاع العينين، ولكن الودن هنا وودن هنا في نفس ايه نفس الخط اللي بالعرض لا فوق ولا تحت. تعالى بقى نشتغل على مثلا الشعر القصير للولد. شوف كل ما بزود بقى تفاصيل كل ما بتديني الشخصية اللي انا عاوزها. ممكن مثلا ايه اغمق له الحتة دي انها مثلا ايه المفروض انها شنب يعني. ده اغمق له مثلا الحتة دي اللي هي دقن بقى خلاص يعني راجل راجل يعني. طيب نيجي للبنت مثلا بنعملها بقى الشعر الطويل مثلا، وادي الودان، ونعمل لها مثلا ايه الحلق اكسسوارات بقى اللي هي البناتي شويه.
تمام، نسيب بقى الشكل المربع عادي يعني، احنا بس بنجرب ان احنا كل ما بنزود تفاصيل كل ما الشخصية بتاعتك بتبان اكتر، او كل ما الفكرة بتاعتك بتبان اكتر. تمام كده بقى، ايه فرق إيه شاسع ما بين الولد والبنت. بس خلي بالك احنا بدأنا من الملامح اللي جوه، لان دي ممكن انت بترسم حاجة كرتون او حاجة كاريكاتيرية فيها عنصر إيه مش بشري، زي مثلا ازازة زي دي مثلا. مثلا عاوز ترسم لها ملامح انها مثلا منها ولد وبنت، لو مثلا عملنا الاثنين دول ان دي بنت ودي ولد هنرسمها بملامح بس، يعني عينين وبق بس، فهيبقى الفرق باين واضح. طيب تعالى بقى نرسم، انا عاوز ارسم بقى ايه شخصية بنوتة كده حلوة كده، علشان ايه البنت دي بقى فنانة. اول حاجة بحدد الارض اللي هي واقفة عليها، بعد كده العنصر بتاعها هيبقى واقف ازاي، وهعمل جنبها زي لوحة كده اللي هي عارف اللوحة اللي هي بتبقى واقفة على 3 خشبات كده، اللي هي بتاعة الرسامين دي، اللي هي مستطيل كده وادي الخشبتين، وفي خشبة جاية من ورا كده زي الحامل كده من ورا، أو نخلي الخشبتين مش جايين مستقيمين كده، لأ جايين مثلا ايه جايين كده. طبعا بص يعني الاسكتشات اللي انت بتعملها بقى بالايه بالقلم الرصاصي الخفيفه دي هي اللي بتخليك تحدد في الاخر انت هتعمل ايه، فمهمه جدا يعني. طيب خلينا بس ان ايه نشتغل على الشخصيه بتاعتنا اللي هي واقفه بالشكل ده كده، اللي هي راسها لورا، ادي الراس تمام، وادي الجسم زي ما احنا اتفقنا الجسم بنقسمه ل ادي مستطيل بقسمه في نص فوق وفي نص تحت تمام، وفي بقى ايه الكتف هنا والكتف هنا، وبتحدد بقى الوقفة بتاعت الشخصية بتاعتك. انا هنا عملت ايه، ادي الرجل وادي رجل، فتحت ايه ما بين الرجلين دول بحيث ان في رجل جاية كده وفي رجل جاية الناحية التانية، بحيث ان الشخصية بتاعتك تبقى واقفة ايه موزونة. حاسس ان الوسط ده تحت شوية، لا اطلعه فوق اكتر واطول الرجل شوية. كل دي بالشخبطات اللي انت بتعملها بالقلم الرصاص دي بتبقى مهمة كده. ممكن انا هخلي البنت دي فنانة بقى ورسمة رسمة حلوة كده علشان تمارة فنانة، فاحنا هنعملها لها مخصوص ان هي فنانة زيها. طيب ممكن اخلي البنت دي حاطة ايديها في وسطها ومثلا بتشاور على رسمة بعد ما رسمتها، انا اتنيت هنا من عند الكوع وادي الكف الايد، ممكن تكون بتشاور كده وحاطة ايديها في وسطها، او ماسكه باليتة الالوان، عارف باليتة الالوان اللي هي بتبقى ممسوكه كده زي يعني شكلها دائري كده شويه، واللي هو الفنانين بقى بيعملوا فيها الفرشه كده وحاجات كده، ممكن اخليها ماسكاها مثلا كده. مش عارف انت حاسس ان هي لو ماسكه باليتة الوان احسن ولا حاطه ايديها في وسطها؟ خلينا نخليها حاطه ايديها في وسطها علشان بس نشتغل على الشخصية كاملة. طبعا ده ايه العناصر المهمة اللي بتميز البنت عن الولد، الملامح من جوه وكذلك الشعر بقى ايه والدنيا دي كلها. طيب خلينا نشتغل على اول حاجة الشعر. انا بحاول ان انا البسها مثلا زي مش عارف بيبقى اسمها ايه البنات بتلبسها كده على شعرها، ويبقى باقي شعرها باين من ورا. والوش ده هخليه جاي مدبب كده تحت فيه دقن، هنا مثلا الخد فيه هنا دقن بيبقى نازل ايه زي مدبب كده شوية، مبقاش بنفس الشكل الدائري او مبقاش بشكل المربع اللي انت شايفه ده. وبعدين بقى شعريتين كده ايه من تحت بتاعت القماشة دي اللي هي بيبقى فيها فيونكة كده في النص للبنات الصغيرين، وادي الرقبة وادي الكتف. بفكر البسها ايه بقى، حاجة تكون زي التيشيرت كده، والبدلة بتاعتها تبقى زي اللي هي بتبقى كلها حتة واحدة كده زي بتاعت اللي ايه عارف انت الميكانيكية والناس دي، بس في لبس كده بيبقى روش كده حلو قوي. مثلا ده تيشيرت، ونخلي بقى ايه الدراع جاي على الوسط كده، نعمل لها بقى حمالات كده زي بدلة حمالات كده، بس بتبقى ايه
اللي هي حتة واحدة كده اللي هي مش عارف بيسموها ايه برضو. يعني مش هنحدد، مش محتاجين احنا بقى وسط في حاجة دلوقتي، احنا محتاجين بس ايه، نحدد بس شكل الجسم زي ما انت شايف كده. وده تيشيرت اللي هو تحت ال تحت البدلة دي، ونعمل لها مثلا ايه زي جيب كده في النص كده، عليه رسمة دبدوب. وادي الدراع التاني. والله بص احنا ممكن نخليها رسمة حلوة كده وفرحانة بيها، فنعمل لها ايه علامة النصر كده اللي هي ايه كف ايديها كده وعاملاها كده يعني. طبعا ودنها بقى تحت بتاع القماشة دي اللي بيلبسوها دي. وادي الشعر، بحدد ده الشعر ايه نازل ورا كده. بس خلي بالك مهم ان الوقفه تبقى وقفه مظبوطه، يعني واقفه كده ايه بخط مستقيم ومرتكز على الرجل مظبوط. طيب انا حابب برضو ايه، طالما احنا رسمنا بقى رسم ايه كاجوال كده، فانا حابب ان انا البسها في رجليها، عارف اللي هو الايه الشوز اللي بيتلبس بيبقى شكله زي دبدوب كده اللي هو له ودان. كده حاجة يعني اللي بيلبسوها في البيت يعني. بص الورق عشان تبان. نشوف بقى هي رسمة ايه. شوف انا كل ده بتقل بقى على على السكتش الرصاص اللي انا كنت بفكر بيه يعني في الاول. طبعا مهم برضو الايه البتاع اللي جنبها دي اللي هي الحامل اللوحة ده يبقى مرتكز برضو على الارض بشكل واضح، وهي كمان واقفة على الارض بشكل مرتكز. اشتغل بقى شوية في الشعر. الملامح لسه ما جيناش جنبها، لكن خط الوسط بقى النص بتاع الوش بحدده. هي ايه وشها متجه الناحية دي، لكن عينيها هتبقى بصالي. تمام. فنن عينيها ناحيتي يعني كأنها اخدت الصورة اللي هي بتبص لنا يعني. مثلا ممكن نعمل لها جيب كده حلو هنا، وتفاصيل بقى الزراير بتاعت البدلة بتاعتها. ممكن نخليها رسمة ايد مثلا زي الايد اللي هي عاملاها دي. مثلا يعني لوحة فنية. ممكن
تيجي نلونها. اول حاجه اعملها اجيب القلم التحرير بتاعي وابتدي ان انا احبر على الرسم الرصاص. طبعا لو كنت محدد الاول ان انا يعني هحبر وارسم والون وكده، كنت ايه ما تقلتش الرصاص قوي كده، لان انا كده تقلته على فكره كده غلط، يعني ايه هيقرفنا شويه بس مش مشكله يعني. شعريتين كده من تحت الايه، طبعا انت بتعدل بقى ايه الكلام ده كله وانت بتشتغل، انت بتشتغل تحبير يعني. يعني مثلا هنا البق ده انا المفروض ان انا هلونه بالاحمر او في الوان هتدخل في الموضوع، فما كانش المفروض ان هو ايه الرصاص يبقى تقيل قوي كده. ببتدي طبعا ان انا احبر، ان انا برسم بالقلم الاسود على القلم الرصاص. يعني بسرع الفيديو لان الموضوع مش محتاج، يعني انت بس خلاص انت السكتشات اللي انت عملتها بالرصاص خلاص انت متفق مع نفسك ان هي دي الخطوط اللي انا همشي عليها، فبمشي عليها بقلم اسود. وبعد كده المفروض ان انا بمسح القلم الرصاص ده، بمسحه بقى خالص، بس انا مش همسحه هنا، احنا هنقعد بص احنا بنشخبط مع بعض، فمش شاغل دماغي خالص ان احنا نطلع ناتج احسن حاجة يعني، ولكن احنا بنحاول ان احنا نشتغل مع بعض ونشجع بعض ان احنا نشتغل. هجيب بقى لون بناتي كده البسها بقى البدلة، لون كده اللي هو البينك ده او بامبي او ايا كان. يعني مفيش اي احترافية في التلوين، انت بس بتملى لون بلون سادة خالص، فعشان كده انا بسرع الفيديو، مفيش شرح معين لحاجة يعني. تمام زي ما انت شايف كده، انا بخف في ايدي في الاماكن اللي انا عاوز فيها اللون يكون خفيف، وبتقل ايدي في الاماكن اللي انا عاوز يكون فيها اللون تقيل. زي مثلا هعمل هنا الاحمر الخدود مثلا، بقلل تقل ايدي على الموضوع. البتاع اللي على الشعر دي بلونها، مش عارف يا ريت البنات اللي معانا هنا يقولوا لنا دي اسمها ايه، مش عارف دي اسمها ايه بصراحة. تمام بلون بقى الشعر بخطوط بحيث ان انا ادي تأثير الشعر. بلون بقى طبعا اللوحة اللي البنت رسمها، وبلون بقى ايه تفاصيل بقى العالم اللي انا عاوز ارسمه، الرسمة اللي هي رسمها وبتعبر عن ايه، والكلام ده كله طبعا لازم يكون واضح. تمام بس يعني بجرب كده ان انا ايه ادخل كذا لون مع بعضه، لبني في برتقاني في احمر، المفروض انها لوحة فنية يعني مجموعة من الالوان. وادي الثلاث خشبات بتوع الترابيزه دي. طيب خلينا كده نتكلم في رسمه الايد تاني. الايد عباره عن شكل مربع او دايره او اي حاجه انت عاوزها، اللي هو كف الايد. بعد كده في الصوابع اللي فوق، 4 صوابع فوق وفي صابع من الجنب، يبقى كده 5 1 2 3 4 اهو. تمام دي الصابعين. الصابعين اللي انا بعملهم علامة النصر دول، في 2 مفرودين وفي 3 صوابع اللي هم الصابع اللي في الجنب ده متني لجوه، والاتنين دول جايين ايه برضو على كف الايد، ولكن دول هم المفرودين. فبقوم راسم الكف، وادي الصابعين اللي هم اللي عاملين كده، وادي في صابعين في الطرف هم اللي جايين اللي هم دول، وجاي عليهم الصابع التخين اللي هو لوحده كده، ده بقيت بالشكل ده كده. اقعد بقى اظبط فيها بقى زي ما انت عاوز.